يا ندى، ابعتي لي رئيس قسم الأخبار المحلية الله يرضى عليكي. ألو نعم، أهلين معين، أنو خبار؟ حادث الباص اللي على طريق حمص؟ لا لا لا، أوعك لا تبعت شيء قبل ما تاخذ الأوكي مني. ماشي الحال. لا هلا براجع الخبر مع صفوات. أهلين الله معك. أهلين. تفضل. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات، أهلين صفوات، تفضل. كيف صح استاذ؟ الحمد لله. هات لشوف، شو في عندك أخبار اليوم؟ عندي خبر من وزارة الزراعة. شو عم يقول؟ الخبر عن انتشار مرض انفلونزا الدجاج. انفلونزا الدجاج؟ هون عنا؟ اي نعم، عم بيقولوا انه انحصروه بحوالي 60 مجنة بالمحافظات الجنوبية. أعوذ بالله من غضب الله، مين بعت هالخبر؟ مراسلنا بالوزارة بالتنسيق مع المكتب الصحفي هنيك. الله يكسر ايدين هالمراسل على هيك خبر. ليش استاذ؟ شو ليش يا اخي؟ انت بتعرف شو ابعاد نشر هيك خبر؟ لا والله، شو ممكن تكون هالابعاد؟ ازمة اقتصادية الها اول ما لا اخر. بكرة الناس بتبطل تشتري بيض وفراريش، وبيكسد الانتاج، وبتهبط الاسعار، وبتطلع اشاعات عن دجاج البلد، شي كان وشي ما كان. ايه انا بتصور انه ممكن يصير هيك شيء، بس نحن من واجبنا انه نحط الناس بصورة الوضع. ولك يا اخي، حطينا الناس بالصورة ولا ما حطيناها نفس الشيء. بقى خلي وزارة الزراعة الله يرضى عليك تتحرك وتحاصر الموضوع على سكت بيكون افضل. مو ضروري حدا يسمع بهيك خبر ويصطاد بالمي العكرة. والله الرأي لكم يا استاذ. اصبح الغيلي هذا الخبر وانساني نهائيا. شو عندك غيره؟ في خبر من الارصاد الجوية عن منخفض جوي شديد الفعالية قطبي المنشأ وممكن يتسبب ب لحظة بلاها هي كلمة شديد الفعالية. يا أخي بكرة الناس بترتعب وبتخاف وبتركض لتمون وتحتاط وتعمل أزمة تموينية بالبلد، والعمال ما بيروحوا على معاملهم، الموظفين بيقعدوا ببيوتهم، وبتتعطل فعاليات مؤسساتنا ونشاطات معاملنا. شو بتشوفوا أستاذ؟ ما بيصير ينزل الخبر بهالصورة. خفف لهجة الخبر شوي يا أخي، قول منخفض جوي وصلى الله وبارك. لشو كل هالشرح اللي بلا طعمه؟ قال شديد الفعالية وقطبي المنشأ، قال شي حلو والله. حاضر استاذ. صحيح، شو قصة الباص اللي تدهور على طريق حمص؟ هلا حكاني معين مشانه. اي نعم استاذ، هذا الخبر وصلنا من حوالي نص ساعة. مفاده انه في حافلة ركاب على طريق حمص تدهورت واودى الحادث بحياة 40 شخص. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، بالفعل كارثة يا صفوات. بقى بتحبوا نبعث الخبر سيدي؟ ما في مانع بعته، بس اوعك تكتب انه مات 40 زلمة. ها اوعك، مو حلوة هيك دعاية قدام وسائل الاعلام الاجنبية، لانه اهم شيء يا صفوت صورتنا بالخارج. نعم سيدي، قديش تحبوا نحط عدد الضحايا؟ حاجه 4-5 كفاها الله. حاضر استاذ. استاذ، في عندي خبر عن سفر مدير شركه المشاريع الكبرى لبريطانيا للعلاج، فاذا ممكن نحن بنحط. ولك اخي ليش تكتبوا للعلاج؟ ضروري نشمت العالم فينا؟ يعني مسؤول كبير مثل هاد مليون واحد بيشمت فيه؟ خطاي مو ناقصه. طيب شو بتشوفوا استاذ؟ الخبر بده شويه تلميع، يعني عوض ما تكتب انه الزلمه سافر للعلاج، اكتب انه سافر بمهمه لبحث سبل تعزيز التعاون مع الاصدقاء الانجليز. حاضر استاذ. شوف يا صفوات، نحن مهمتنا كمؤسسة وطنية للأنباء، مهمتنا نغربل كل الأخبار لحتى ما نعمل صدمة للرأي العام، وبنفس الوقت حتى نعطي انطباع جيد عن البلد بوسائل الإعلام الغربية. وبحب أكد كما أكدت دائما أنه صورتنا بالخارج أهم شيء. بس عفوا أستاذ، يعني أنا بشوف أنه من المفروض أنه نواجه الجمهور بكل شيء ونصارحه بالحقائق. لا لا حبيبي، ما حزرت، شو نصارحه؟ ما بدنا نواجه حدا ولا بدنا نصارح حدا يا أخي، ما لنا مضطرين. وأوعك تفكر أنه كلامي هذا نوع من تطليل الجماهير وحجب الحقيقة لا سمح الله، لا 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 لا, لا أبدا، إنما هذا نوع من التكتيك الإعلامي وتوجيه الرأي العام يعني باتجاه هيك معين. حماكم أستاذ. ماشي الحال. إيه سيدي، في أخبار تانية يا ترى؟ في خبر اجانا من مديرية التطوير والانماء الحضاري. شو بيقول؟ لا خبر صغير عن اجتماع مدير التطوير مع وفد من افخازيا. هلا هذا هو الخبر؟ اي نعم استاذ.
انه ايمتى بدك تتعلم يا صفوات؟ ما بعرف. ليش استاذ؟ يا اخي حدث مهمة الهاد، المفروض وسائل الاعلام تفرد له مساحة اكبر من هيك بكتير. يعني مو معقول نغتال حدث بارز مثل هاد بخبر صغير. طيب شو بتشوفه استاذ؟ بحبح لي الخبر شوي. شلون يعني؟ يعني مثلا انه الاجتماع اسفر عن نتائج مهمة بتساهم بتعزيز اواصر الصداقة والتعاون بيننا وبين الاصدقاء الافخاز. وكتب كمان انه كان في رؤية مشتركة وواضحة ومتطابقة بين الجانبين لكل المشاكل اللي عم تعاني منها المنطقة. يعني شي من هاد؟ ما بدك مين يقول لك؟ مزبوط ولا لا؟ حاضر استاذ. في شي تاني؟ لا لحد هلا ما في شي استاذ. ماشي الحال، تفضل على مكتبك. بالإذن. الله معك. يا ندى ابعتي لي مدير دائرة الأخبار الأجنبية لو سمحتي. صوتكم العمى بقلبكم، صوتكم واصل للدرج، بدكم تفضحونا قدام الجيران؟ شرف شوف ابنك الافندي شو عامل. شو عامل؟ ماني عامل شيء. اخذ صفرين بالمذاكرات، صفر بالحساب وصفر بالجغرافيا، وبتقول مانك عامل شيء؟ الاسئلة كانت صعبة، ما دخلني انا. سكوت انت الثاني ولا؟ وانت الثانية، كم مرة فهمتك ما بدي صوتك يطلع لبرا؟ قال ما يطلع صوتي لبرا قال. لك شو بدك يعني يا زلمة؟ مو تطقي. نقلع لجوا ولا نقلع؟ رح انقلع. شوف يا سوسان، هذا ابنك ما يقوس منه، فسواء اخذ صفر او عشرة تحت الصفر نفس الشيء ما رح يصلح. ايه وشو المعنى؟ المعنى انه نحن بس هون بالبيت بنعرف انه حمار، بس ما في داعي ابدا حدا من الجيران يعرف. هلا انت كل همك بهالدنيا الجيران؟ ايه نعم، لانه صورتنا بالخارج اهم شيء، وكل مشكله بتصير بالبيت بضل اسمها مشكله داخليه، اما اذا طلعت هالمشكله لبرا شو بتصير يا حزرك؟ شو بده يصير؟ بتصير فضيحه، منصير علكه بكل لسان، وهالمظهر البراق يلي ظاهرين فيه قدام العالم بيتشوه. فهمتي بقى؟ ايه طبعا فهمت، لانه حافظت هاي المحاضره، لانه كل ما دق الكوز بالجره بتقلي صورتنا الخارجيه ونظره الناس لنا والدعايه الخارجيه وما بعرف شو. اي والله يا منصور، اللي بيسمعك بفكرك مسؤول عن بلد بحاله مو عن أسرة بست نفوس. نفس الشيء، هي مثل هي. أنا فايت ارتاح لي شوي. طب وهذا الولد اللي أخذ صفار شو بدنا نعمل فيه؟ ولا شيء، ابنك دب بالمدرسة، ما حلك تفهمي يا بقى. شو لسه ما نمت منصور؟ لا لسه. أنا نازل شوي لعند الجيران. أنا وجيران؟ بيت أم سلافة. أي روحي مو مشكلة، بس اوعك تجيبي سيرة صفار ابنك بالمدرسة وكسله. اوعك. ها لا تخاف علي، ما بدي توصاي. برافو عليكي، يعني قد ما قدرتي تلمعي صورتنا قدام الجيران لمعي. فهمتي شو عم اقول لك؟ ماشي الحال، راح اخذ امي معي. ولك الله ياخذني لعنده ان شاء الله لاخلص من العمر. لك هلا كنا عم نحكي عن التلميع، شو صار لعقلك؟ اي وشو دخل امي بهالشغله؟ شو نسيتي انه امك بتقطع وبتلحوش وعقلاتها خافين شوي؟ إذا فكرك إنه أمي خرفانة ومضيعة فهالشي مو دائما، يعني بعض الأيام بتلاقي ذاكرتها مثل الصلاة على النبي وعم تقدح قدح. بس الجيران ما بيعرفوا هالشي، وبخاف تخزينا أو تفضحنا أو تزت لها كلمة هيك ولا هيك، وما بدي إياهم يعرفوا إنه عنا وحدة خرفانة بالبيت، مالنا مضطرين. هلا صرت تستعر من أمي؟ بعدين هذا مرض يا منصور، والمرض الواحد ما بيستحي منه، ولزيادة معلوماتك، هذا المرض عم يصيب عظماء العالم، مو بس أمي. وأمك ما شاء الله كان من عظماء العالم. لك أنا ما قلت هيك. طيب ماشي، هاي رونالد ريغان منصاب بالزهايمر وما عم بيستعروا منه، بالعكس عم يطالعوه بالتلفزيون ومثل العادة. هلأ لا تصرعي لي راسي، يا أما انزلي لحالك يا أما عدي بالبيت. يا لطيف شو إنك معقد. هلأ بس أمي اللي خرفت على بكير؟
قلة ناس خرفانة بهالبلد ولي. ولا حمي؟ عندي مشوار صغير ماما. خذيني معي. لا صعبة شوي ماما. حبيبتي انت فوتي تفرجي على التلفزيون، هلا بيطلع افلام كرتون. بس ماجد باع التلفزيون لحتى يشتري لمرته اسواره. امي هي القصه صار لها 20 سنه. فوتي حبيبتي لجوا، جوا في تلفزيون. وين الراديو اللي كان بالمطبخ؟ ليش وينه؟ خير شوفي ليش اصواتكم طالعه؟ امي الله يرضى عليك، الا لاختي خيرت اختي معك، الله يخليك الله يخليك. هلا انا صرت اخته؟ حماتي هيك ما بيمشي الحال. ليش بقى؟ لانه اختي هي اللي قدامك رايحه على الدكتور بدها تشك ابره. يا لطيف كش مره وبعيد. اذا بدك تروحي معها الدكتور بيشكك ابره. لا 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 ها توبه توبه انا ما بدي اروح انا ما بدي اروح. ماشي الحال تيسري. وينك؟ اوعك تجيبي سيرة صفار ابنك؟ حاضر. ايوه. يا ستي اليوم ابني ماهر رجع من المدرسة وهو حامل مرحة، يا لطيف، ما بتتخيلوا قديش كان فرحان فيها. عم يعطوه مرحات؟ ايه طبعاً، يقبر أمه، كل يوم والتاني بيعطوه يا مرحة يا امتياز. الله يسلم لك يا رب، معناها متفوق بدراسته. ايه الحمد لله، أنا كل ولادي هيك. ويا ترى لمين طالعين لأمه ولا لأبوهم؟ أكيد لأمهم، نحن عنا الزكا بالوراثي. ليكو أمي مثلاً صار عمره بحيطان السبعين ما شاء الله وعقله بيوزن بلد. صحيح ليش ما منشوفها لأمك؟ بس منسمع عنها سمع. لك آخ اكعيت فيها غلبت إنه تروح معي زيارات، بس هيك سبحان الله هي إلها عقلية خاصة، يعني بتحب العزلة وما بتحب الاختلاط بالناس. طيب ما بتمل من القعدة لوحدها؟ ليش لحتى تمل؟ طول ما أنا قاعدة بتقرأ وبتطالع. خزيت العين لهلأ بتقرأ؟ إيه أمي بتحب المطالعة كتير، ومو بس هيك أحياناً بتكتب كمان. وشو بتكتب؟ يعني خواطر أدبية، محاولات شعرية، شي من هات. بالفعل أنا بحييها على هالروح اللي عندها، يعني واحدة غيرها وبعمرها كانت قضتها زيارات ولعب ولا طعمة. هذا إذا ما خرفت وصارت تخربت. إيه قولتي. ليش هيك سفقتي الباب؟ مو حلو على حس الجيران؟ بعدين ليش فايتي انت وعقدتك بوشك شبر؟ تركني خطيبي ونحشي الخاتم بخلقتي. شو هالحكي؟ ايه يبعت له حمص وطلع لي القصر. لا تعلي صوتك، ما بدنا حدا من الجيران يسمع، ما بدي اياهم يدروا انك فسختي خطبتك. ليش عم اعمل شي غلط انا لا سمح الله؟ كل الناس بتنخطب وبتترك. مو ضروري نصير علكة بلسانهم. ليش تركها وليش تركته والحق على مين ومن هالعيهات؟ مو ضروري. يعني هلأ بالآخر ما رح يدروا؟ يدروا بالآخر معليش، أحسن ما يدروا بالأول، على القليلة منكون مهدنا للخبر ودرسنا كل أبعاده. فظاعة أنتوا بهالبيت وبتحبوا التعتيم، تعتيم على كل شيء. أي مو معقولة يعني قلي ليش مخبي في طيب فهمني أنت. بس بس على مهلك شبكي. شبكم؟ ليش صوتكم طالع على برا؟ شو هالحكي؟ صوتنا طالع؟ يعني انت سمعتي صوتنا وقت وصلتي لهون؟ ايه سمعت طرطيش حكي بس ما فهمت شو عم تقولوا. شفتي شلون؟ قلت لك وطي صوتك ما كنتي تسمعي. هلا فهموني شو القصة؟ ما في شيء، بنتك فسخت خطبتها. يفسخ ورقبتك فسخ ان شاء الله، ليش فسختي يا ولي؟ لك هي مو انا اللي فسختها، هو اللي فسخها. هو؟ ايش تخ ورقبته على هالفصل؟ وليش فسخها بقى؟ ولك خص بقى انت وياها، وطوا صواتكم، ما بدنا حدا من الجيران يسمع. صباح الخير عمو. صباح الخيرات يا اهلين وسهلين، شلونه البابا؟ الحمد لله تمام، ماشي حاله. ما شاء الله، شو صرت بالسنة الرابعة بالجامعة؟ ايه واليوم عندي تدريب جامعي. وليش حامل كتب بإيدك لك؟ يعني بقرا شوي بين الحصص. يا عيني عليك شو مجتهد، نيال اهلك عليك. يا هيك الشباب يا بلا، اكيد معدلك بالجامعه عالي ما؟ ماشي حاله، بحدود ال 85%. ما شاء الله عليك. كيفك انت عمو بالمدرسه؟ ان شاء الله هيك شاطر مثل اخوك. انا الاولي على ثلاث شعاب.
هيك توقعت. موفقين عمو، موفقين. يلا عن اذنك عمو. مع السلامة، الله معكم. ما شاء الله ما شاء الله. هلا ما لقيت تلبس لي اليوم غير هالبدلة؟ شو بدي ساوي؟ غصب عني، لأنه في ناس من البناية بيعرفوا أنه كل يوم أربعة عندي تدريب جامعي. طيب البدلة وأمر الله، ناطع هالكتب ليش؟ مشان يقولوا عني أني دريس ومجتهد. أيوة، يعني لحد هلأ ما حدا دري أنك مفصول من الجامعة من 3 سنين لأنه لقطوك عم تغش بالامتحان؟ ومنين بدهم يدروا؟ بعدين من حسن حظي أنه ما في حدا من شباب البناية بكليتي. طيب وليش الشدة يا جدي؟ يعني وإذا عرفوا أنك مفصول، شو قلت ناس عم تغش بالامتحانات؟ لو بتجي إلي أنا مو فارق معي، بس بابا هيك بده. قسما عظما إذا دري حدا أني مطرود من الجامعة لحتى يذبحني ذبح. العمى فظيع أبوك على العقلية. بتعرف أني لما جبت له قرار فصلي من الجامعة توقعته يسلخني كفين مثل فراق الوالدين. إيه وشو عمل؟ بهدلك بهدلة أدبية؟ لا بهدلة ولا هم يحزنون، بالعكس ما حكى شي بنوب، قال لي مو مشكلة بس المهم الجيران ما يدروا. يعني هلأ الجيران مفتكرينك سنة رابعة وأنت سنة أولى، بس بكرة بعد 3 سنين لما راح يشوفوك رايح جاي خشق طرق على الجامعة، شو بدكن تقولوا لهم؟ قال بابا بنقلهم عم بيعمل دراسات عليا. بابا لا تخاف عليه بنوب، ما في شغلة عنده إلا ولا فتوى، روح قلبه التعتيم وشاطر كتير فيه ومتعلم هذا الشيء من وظيفته. العاب سيدي العاب. العاب اليوم على المشاريب. لا مشاريب ولا شيء، أنا ما بلعب إلا تسلاي. تسلاي تسلاي شرف. يا أستاذ صفوات، نحن في قدامنا سياسة إعلامية واضحة ما فيها مجال للارتجال أبداً، يعني كل خبر ما بيخدم هالتوجيهات هاي ما بدنا يا أخي. بس يا أستاذ هذا الخبر تناقلته كل وكالات الأنباء العالمية. يصطفلوا يا أخي، تناقلوا ليش معه؟ طالما نحن متجاهلين هيك خبر معناها ما في شيء رسمي. صفوات. أوكي أستاذ ما في مشكلة. طيب مشان خبر إحالة مدير التفتيش على التفتيش شو نعمل فيه؟ اترك لي لا أدرسه من كل جوانبه وأبعاده واحتمالات ردود فعله ونتائجه المباشرة غير المباشرة، وبعدين نشوف شو ممكن نعمل. أوكي أستاذ، بتريد مني شي تاني؟ جهز لي بسرعة الله يرضى عليك خبر اللقاء الجماهيري المفتوح يلي عمله مدير شؤون البلدية مع فلاحي وجماهير منطقة السهل الأخضر. هيك خبر ما لازم يتأخر أبدا. حاضر أستاذ، خلال ربع ساعة بيكون على مكتبك. أوكي يعطيك العافية. الله يعافيك. يا سوسن فهمي علي، ما بدي ضل افتئ وعيد طول عمري. في سياسة معينة لازم تضل متبعة بهالبيت، يعني المفروض يكون في شيء مثل الستار الحديدي حوالين كل شيء عم يصير عنا. يعني أي مشكلة بتصير أنا ما بعتبرها مشكلة طالما لساتها محصورة بالبيت والجيران ما دريوا فيها. يعني خلينا مطبقين خطة التعتيم أضمن. حافظتوا هذا الدرس؟ ما بكفي تحفظيه يا سوسن، لازم تطبقيه بحذافيره. حاضر، بس مشان مشكلة حياة شو بدنا نعمل؟ شبهها حياة؟ يعني بكرة الجيران رح يشتلقوا انه مو حاطة محبس الخطبة بإيدها وبصيروا يسألوني. وليش لحتى تشلح المحبس؟ ما بصير تشلح المحبس منوب ولا بشكل. يه شلون بدك ياها تضل لابسة المحبس وهي فاسخة خطبتها؟ مؤقتا بس، يعني خليها لابسته على بين ما أدرس أبعاد ومخاطر ونتائج إعلان خبر فسخ الخطبة قدام الشعب قدام الجيران. إيه بس حياة ما بتقبل. بدها تقبل غصبا عن راسها، والمفروض ما حدا يخالف سياستي بإدارة البيت على الإطلاق. ماشي الحال، بحاول أقنعها. ممكن سؤال أستاذ؟ تفضل. صحيح الإشاعات اللي طالعة بالبلد؟ أنا وإشاعات؟ قال أحاله مدير التفتيش العام ونائبه على التحقيق، بقى صحيح هالشي؟ التهي بشغلك أنت وبلا لا تعجن، التهي بشغلك. أمرك أستاذ، تفضل.